حاز البحر الأسود على اهتمام دولي كبير منذ الأزمة الروسية الأوكرانية حيث يتمتع بأهمية اقتصادية هائلة لكل من الطرفين فبالنسبة لروسيا تصدر من موانئه كل ما تنتجه من حبوب وأسمدة وسلع أخرى فيما يعتبر نقطة تصدير الرئيسية لأوكرانيا حتى انتهاء اتفاقية الحبوب منتصف يوليو الماضي يعد البحر الاسود شريانا مهما للنقل، ويربط الدول المشاطئه له بالاسواق العالميه، وتحظى روسيا واوكرانيا بالعديد من الموانئ المهمه على ساحله. ففي اوكرانيا يعد ميناء اوديسا البحري الميناء الرئيسي والاكبر للبلاد، ونقطه العبور الرئيسيه لصادرات الحبوب. كما يعد ميناء خرسون احد اهم الموانئ الاوكرانيه على البحر الاسود، حيث تعد مدينه خرسون الموطن الرئيسي لبناء السفن ومركزا اساسيا للشحن البحري وتحظى باهميه استراتيجيه كبيره كونها ميناء مهما يطل على البحر الاسود وبحر ازوف ونهر دينبرو ما يسمح بالاتصال جغرافيا بمناطق حيويه ومهمه اما روسيا فلديها العديد من الموانئ على البحر الاسود حيث يعد ميناء نوفروسيسك اكبرها، وهو الميناء الرئيسي الذي يصدر عبره النفط والحبوب الروسيه وغيرها من المنتجات الى جميع انحاء العالم، كما يضم واحده من اهم القواعد البحريه الروسيه. ومن الموانئ الروسيه المهمه على البحر الاسود ميناء انابا، الذي يوصف بانه احدى جواهر البحر الاسود ويمتد بالقرب منه خط تورك ستريم لنقل الغاز كما يمتاز ميناء تامان باهميه خاصه حيث تصدر عبره شحنات الغاز المسال بطاقه تبلغ 20 مليون طن سنويا. وفي شبه جزيره القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ العام 2014 يعد ميناء سيفاستبول اهم الموانئ. وتغلب عليه النشاطات العسكرية فهو مقر لأكبر أسطول روسي هذا بالإضافة إلى كونه مركزا لتصدير البضائع المختلفة كان هذا مشاهدين عرضا للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للبحر الأسود حيث تحظى روسيا وأوكرانيا بالعديد من الموانئ المهمة على ساحله والتي من خلالها يتم تصدير معظم ما ينتجه من حبوب وأسمدة وسلع أخرى